اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. طبعا ده دريس البرسيم يا جماعه. دريس البرسيم للناس طبعا اللي ما عندهاش فكره، طبعا البرسيم بنعمل منه تجاوب، تمام؟ يعني بمعنى كده انك تحصل على تجاوب البرسيم من البرسيم. طبعا في نهايه الموسم في شهر 5، تمام، بيتم طبعا انك تترك البرسيم لحين ما يعمل تجاوب الشكل ده، تمام. هنوريك التجاوب، هنوريك الدراسة دلوقتي، فتابع معايا الفيديو. ولكن في البداية يعني حاول تفيد غيرك بالفيديو، تمام. ادي البرسيم اهو، هنوريه لك تحت الدراسة، هيبان معانا اكتر، تمام. حاول تفيد غيرك بالفيديو، انشر الفيديو عندك. هنروح نشوف الدراسة دلوقتي ونشوف التبن بتاع البرسيم ده. طبعا بيقعد حوالي شهرين في الارض، تمام. يعني بعد اخر وش بيقعد شهرين في الارض الزراعية، وبعدين بيتم الحصاد زي ما انت شايف كده، وبيقعد حوالي من اسبوع لحد 10 ايام لحين ما ينشف، وبعدين بيدرس. هنشوف الدراسه دلوقتي وهنشوف كل حاجه بتفصيل، فتابع معايا الفيديو. طبعا دي الدراسه شغاله يا جماعه، تمام. التبن ده الناس اللي سالت عليه، طبعا ده يعني ممكن الغنم تاكله، انما المواشي ما ينصحش طبعا ان المواشي تاكل التبن بتاع البرسيم ده يا جماعه، تمام. طبعا ده اللي في دراما، انما البرسيم النظيفة هاي شوية. سلام عليكم. اما بعد ذلك يا طبعا يا جماعه اتكلمنا عن تبن البرسيم، وقلنا ان تبن البرسيم لا يصلح اكل طبعا للمواشي الا طريقه واحده بس، ان انت تهزه طبعا وتنظفه، وكمان يتسلط على التبن الارض، تمام. انما ترميه كده المواشي ده فيه كميه تراب، تمام، هتضر المواشي، فبلاش طبعا تبن البرسيم. يفضل يعني ان بلاش اساسا تاكله طبعا للمواشي. ورايك برضه في التعليقات يهمك. بالنسبه طبعا لاسعار البرسيم، طبعا يعني الربع السنه دي من المتوقع، ان شاء الله هنعرض لكم الاسعار، ولكن دي اسعار التقريبيه، هو تقريبا هيتخطى ال 1000 جنيه والله اعلم. احنا لسه هنشوف الاسعار ان شاء الله، طبعا نطلع منشور وهنعرض لك الاسعار باذن الله يعني. فبنحاول طبعا نفيدك قدر المستطاع ونعرفك كل شيء. متنساش طبعا متابعة الصفحة، لايك الفيديو علشان يصلك كل جديد، وحاول ان انت تشارك الفيديو في جروب تشاركه عندك علشان طبعا غيرك يستفاد. ده طبعا اللي طالع ده القصلة، تمام، بتاع البرسيم. والبرسيم زي ما شفناه تحت الدراسة، على فكرة السمسم، تمام، نفس دريس البرسيم بالشكل ده، يوقع طبعا تحت الدراسة ويبقى فيه مفارش مفروشة، تمام، زي الشكل اللي انت شايفه ده. طبعا تبني البرسيم اهو قدامك، تمام. يعني عباره عن تراب، عباره عن كميه تراب. هتشوف البرسيم دلوقتي اهو تحت الدراسه، طبعا بقى بيتنضف، بقى يرفع الحشائش من الاتربه، شايفين يعني بيبقى حاجه زي الفل. اتمنى ليكم الخير، شكرا ليكم، والسلام.